25 سنة وأنا بدور على العدل متعمد، 25 سنة وأنا مظلوم وعم واخد حقه من أبويا. لازم الحق يحق له حسبابه، لازم. كسب بلاستيك، كسب بلاستيك اللي في العالم يا أبويا، كسب بلاستيك اللي في عقد بتاع أبويا، كسب بلاستيك فين؟ كسب بلاستيك، أنا صرت مين؟ أنا. إيه؟ أنا. ما أعرفش حد بالاسم ده. أنا الأهتم يا ليه بيفتح بقى. طب إديني أمارة إن أنت إبراهيم الأهتم. يعني أزغرط لك ولا أطبل لك عشان هتعرف إن أنا إبراهيم الأهتم؟ يا سلام، إيه ده؟ إيه اللي بيهزر من ورا الباب الخشب ده؟ بأمارة العلقة اللي كلتها إمبارح في السيدة زينب. طب ودي أمارة من المنطقة كلها عرفت إن أنا اتروقت من إمبارح. إديني أمارة تانية. أمارة تانية؟ آه. بأمارة الشنطة. حبيبي الأهتم، حبيبي الأهتم. نعم. ارغي يا عم الأمور. الله الله الله، أنت نسيت ولا إيه يا لمبي؟ مش إحنا متفقين إنك هتعمل كبيري وقدوتي وتيجي معايا تخطب لي الليلة؟ آه. أجي معاك أخطب لك الليلة. أنت ما تعرفنيش غير لما أكون في مصلحة. لما أكون في مصلحة تعرفني. ما خلاص بقى يا لمبي بقى. خلاص بقى، صح؟ دوختني عليك 13 عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضحك عيب إيه يا؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ يا لمبي عيب عيب. عيب عيب، وأنا بقول لك كلام سكس. فين ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاكش؟ اه. لأن أنت كده بقى بتعمل عليا فردة وبتتبلطج عليا. يا لمبي. فين ال 15 جنيه؟ فين ال 15 جنيه؟ والله العظيم هطلع لك من أخرك. طلبت خرام ومرخينا. لا لا خدهم. على ما عفنا. خلاص. خد انت بقى صاحبي وحبيبي وجدعنا. يلا بينا يا عم على النهر. الليل ده كله كان امبارح زدنا حرمان وقاسيه. اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى حقنتكك من عند عمك زقرم لان حاجه منجحه. سلام عليك يا عم زقرم. مرحب يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجله. والنبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا. يبقى بني ادم يعني. انت تؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده حاسس ان في حاجه غلط. بس شايف الوجاهه؟ وجاه وجاه وحيد ابوك الحلو كده. والله يا انت هتشكر بذوقي. ذوقي؟ عيب. وخدها يا احمد 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك. انت حي ان انا نوطك في ليلتك يا احمد. ايه ده يا لمبي؟ انت اخويا حقه حقيقي يا لمبي. امال ايه يعني؟ اخويا يا لمبي مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص ما تقولش كده. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا. مش مصدق نفسي يا لمبي. ما خلصت الغباوة دي. مش مخلص الغباوة بتاعت ابوك. مش مصدق. اخرج من العب. الاهلي هد المصطبة. الاهلي هد المصطبة. اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. اقعد. ليه؟ مين بقى العروسة؟ مين بقى في التلات موزز دول عشان ما جيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعة. ياد التلاتة ياد بين ياد التلاتة. مين واحدة في التلاتة عني؟ الرابعة يا لمبي. هي دي؟ اه هي. تصدق انا شفت البني ادمين بالظبط؟ ايه لازم انت واخد سنك الصوله دي؟ بحبها يا لمبي بحبها. طب خلاص حبيبي. طب خلاص.
ريت انك بتتزفت بتتبعث بس لازم تضمن حقك. ايوه لا طبعا اللي هتقول لي از لا مفيش از لازم تضمن حقك وده واجبي انا عليا كصاحب ها قبل ما يقف الخطيئه لازم اقول له دي ماده بيها قنبيالات كميالات وانا اشتري ثلاجه يا لمبي يا تفهم يا دي الثلاجه على الاقل ليها ضمان انما دي شكلها متخزنه بقالها كتير ملهاش ورق انت مارك مفيش انت ماشي انا بحبها لمبي لو ما خدتهاش هموت نفسي يا ابني ما انت كده كده متنيل على عينك ميت الله انا عندي تجوز ابن عمك يا اخي ارحم يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احكم اختنا سمير ارضف وربنا يسامحنا على الجريمه اللي احنا نعملها في الكون دي بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله فاحنا كنا بنستاذن ساعات من حضرتك على إيه؟ نعم على ايه على ان شاء الله تجي التاسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكلك تاك شكبه وتكبك ايه اللي قلت ايه على ايه ايه عم اللي ايه عم اللي حامل اللي في وشه ده دي حادثه قديمه هتقدمها سحبهم تحت دي جور معلش يا لمبي استحملوا عشان خاطر عشان خاطر ربنا هستعمله اللي استعملك انت معلش يا لمبي خلاص انت عبطني ولا ايه يا ده يا بعد ما تبدل تتقوي يا لمبي تخلص واخد بالك يا عم المرحوم احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة وعايزين ندخل الحلة والغطا في بعض انت فاهم كويس ولا ايه فاهم كويس كويس من اي ارتجاع نعم كويس من اي ارتجاع لا يلا يا عم يلا يا عم ده بيتكلم على واحده ثانيه غير بنته في قلب المكان ده ده بيحلم وهو قاعد يا عم ده تنفلتك الصاد معلش يا لمبي لمبي وزفت ايه عشان خاطري الجواز دي مش هتسلم يا عم ما ينفعش ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي هتخلفه في مفرده الجزمه انت جايبنا في قلب مصر انت جايبنا في قلب مصر لمبي فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطة لمبي والله العظيم ما كان في مجوهرات ولا في أي حاجة في الشنطة بتاعت الضابط هاتوه إن مسجنتك يا لمبي عشان تعرف إن أنا عمك أخ أبوك يا لمبي هاتوه والله يا سعادة الضابط مش سامعتش حاجة والجوازة يا لمبي لا بلا جوازة ما كانت لازم تنتهي معايا الصورة دي الله يخرب بيتك ما تسويش يا لمبي واحدة أنت تتصرف الريحة الفظيعة دي الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي حكيفك يا ريت خد بنت ايه رأيك؟ يا لليش هظبطك ظبط ايه رأيك في النفسين دول؟ يا لليش خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسة دي سلام يا اصبرت للحكايه اصبرت انت عارف لو الهروبه دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا ايه يوه يا عم ما تقلقش انا متفق مع السواق التعيينات هيجي لنا هنا بعربيه الخضار عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل طب افرض افرض السواق ده مظبط مع الحكومة يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه انا بطمن بس طب خلاص ندان انتوا واثقين من السواق ده يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري اه عندك حق يلا بينا بينا عادينا شوف يا ادهم بيه الباشا بقاله شهرين في السجن بتاعنا وهو بصراحه كده خلقه ضيق وانت كل شويه تقول لي مش دلوقتي الاسبوع اللي جاي
الاسبوع اللي بعده. انا عايزك تقولي بالظبط وبصراحه كده ومن الاخر ايه الحكايه. مفيش حكايات ولا حاجه. الله، يعني انت ما تقدرش تعمل حاجه؟ اديني مستني رياض باشا ياخد اجازه، ياخد فرقه، يطلع مأمورية. ده انا جسيته بس ان انا مدخل تلفزيون او كاسيت للباشا كان هيعمل لي محاكمه عسكريه. يعني الحكايه باظت؟ مفيش حاجه باظت. انت مستعجل ليه؟ كل شيء وله وقته. ازيك يا لمبي؟ تهربت ولا ايه؟ يا نهار ابيض. خلاص يا عم متخاف؟ تهربت ولا ايه؟ متخاف؟ خلاص انت هتفضحنا. مخبيات يا حرام، عفينا مخبيات يا ولد. ايوه يا فندم، متابعين ومصاطرين على الموقف يا فندم. ما تقلقش، خدمه يا فندم. بس مفيش قادر.